انا ما ابغى يعني المساله توصل الى انه والله اذا لاعب سعودي مسلم يحمل اي شعار لنادي فهذه تصبح كارثه ومصيبه، فهذه عاد يرجع الى العصبيه وال اسميه تخلف رياضي. انا بامكاني الان بعد ما اخرج من نادي الاتحاد احمل شعار الاهلي، احمل شعار النصر، احمل شعار الهلال، احمل شعار جميع الانديه. انا ضد العنصريه، ضد ال بعض الاعلاميين الله يهديهم اللي يعني تهم مصالح الانديه اكثر من مصالح الوطن. كل شيء مسجل، ما في اي اشكاليه، كانت في دفعه دفعوها لي. اداره الاتحاد تعامل بكل احترافيه، صدقني الفتره المقبله حتشوف يعني ان شاء الله ان الاتحاد يرجع لمستوياته. اداره تعمل بكل صراحه، انا ما احب اجامل، اذا لم تعمل بصرح بعد فتره اقول مثلا، لكن الاداره ما تعمل واتمنى لها التوفيق.